أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على مستجدات الوضع الاقتصادي والتعافي الملحوظ الذي تشهده العملة الوطنية. أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك حرص الحكومة والبنك المركزي واللجنة الاقتصادية على دعم البنوك والقطاع المصرفي في عدن. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية ورجال الأعمال واللجنة الاقتصادية في عدن لبحث معوقات تدفق السلع ووضع آليات تضمن الشراكة مع القطاع الخاص في معالجات تحديات الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار. إلى ذلك أعلن البنك المركزي تعديل أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية إلى 570 ريالا للدولار الواحد بدءا من اليوم الاثنين. وأشار بيان صادر عن البنك إلى أن هذا التعديل يأتي لتغطية الاعتمادات البنكية للسلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والموارد الذاتية للبنك، وكذلك لتغطية أسعار بيع العملات للحالات المرضية. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل يمكن القول إن هذه الانتعاشة مستدامة أم أننا سنلحظ تدهورا جديدا؟ وهل ما تم اتخاذه من إجراءات حكومية كفيلة بالحفاظ على أسعار العملة؟ قبل النقاش نتابع التقرير. انتعاشة ملحوظة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. الواضح أن هذه الانتعاشة ليست من فراغ بقدر ما هي نتيجة لتضافر العديد من العوامل المحلية والدولية. أولها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالشراكة مع البنك المركزي وأسفرت عن تحديد سعر الدولار الواحد ب570 ريالاً. البنك أشار في بيان له أن هذا التعديل يأتي لتغطية الاعتمادات البنكية للسلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والموارد الذاتية للبنك، وكذلك لتغطية أسعار بيع العملات للحالات المرضية، مؤكدا التزامه بتغطية متطلبات المواد الأساسية وفق سياسة مرنة في أسعار العملات، بحيث يكون قريبا من الأسعار الحقيقية للسوق بناقص 10 إلى 15 نقطة. رئيس الحكومة أكد من جانبه حرص الحكومة والبنك المركزي واللجنة الاقتصادية على دعم البنوك والقطاع المصرفي في العاصمة المؤقتة، مشيرا إلى ضرورة دعم القطاع المصرفي وتعزيز قدرته للتغلب على التحديات وتسهيل تجارة السلع الأساسية والحفاظ على استقرار العملة الوطنية. هذه الإجراءات تتزامن مع ما كشفه دبلوماسيون غربيون عن شروع بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا في إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للتعامل بصورة خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة، موضحين أن عناصر مشروع القرار تتضمن النقاط الخمسة التي أعلنها وكيل الأمين العام منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، والتي تتضمن وقف الأعمال العدائية على جميع البنى التحتية والمرافق التي تعتمد عليها عمليات الإغاثة، بالإضافة إلى حماية إمدادات الأغذية والسلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد، وعملية ضخ سريع من النقد الأجنبي في الاقتصاد وزيادة التمويل والدعم للعمليات الإنسانية، وتلك مقدمة لجمع الأطراف المتحاربة للانخراط بشكل كامل مع الأمم المتحدة في عملية تفاوض لإنهاء الصراع المحتدم منذ أكثر من 4 أعوام. وللحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي. سيكون معنا من إسطنبول رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب، وسيكون معنا أيضا الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الواحد العوبلي من ماليزيا، وأيضا سيكون معنا من أنقرة الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. أبدأ مع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب. مساء الخير دكتور. مساء النور والسرور. أهلا بك دكتور. إذا انتعاشة للاقتصاد وتراجع الدولار أمام العملة اليمنية، هل ستشهد فعلا تحسن سيستمر أم هي فقط يعني إبرة تخدير ومن ثم سيعاود الارتفاع مجددا؟ هذا الأمر هو في البداية إجراءات البنك المركزي هي لا تزال مجرد مهدئ، سوف أو يمكنها ولكن يمكنها أن تستمر بين 8 إلى 9 أشهر بأقصى حد ممكن، لكن
قرار أو مقترح قرار المقدم إلى مجلس الأمن من قبل فرنسا ومن قبل بريطانيا بحاجة إلى برنامج تمويل واضح. هذا البرنامج يجب أن تشترك به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى الدول التحالف وأيضا مجموعة أصدقاء اليمن وبالذات المملكة العربية السعودية التي يعني الكل يعني يطرح الأمل في أنها سوف تشارك مشاركة فعالة. سوف يستمر المهدئ لفترة، لكن إذا ظل البنك المركزي وحيدا في هذه السياسة فسوف تنتهي الاحتياطيات فيما بين 8 إلى 9 أشهر بأقصى تقدير. ولكن إذا تم تطبيق برنامج التعافي، لأنه قرار مجلس الأمن يعني البدء ببرنامج التعافي الاقتصادي، هذا البرنامج يتطلب 6,800,000,000 دولار، وهذا البرنامج يتطلب أيضا موقف من المملكة العربية السعودية بخصوص المغتربين اليمنيين الذين تزداد الضغوطات عليهم ويتم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية بطرق مختلفة، من ضمنها الضرائب، من ضمنها الرسوم، من ضمنها الأمور الأخرى. أنا أقول إنه الأمل كبير والتحسن يمكن أن يستمر فيما لو أتبع هذا البرنامج الذي يقوده الآن البنك المركزي من احتياطياته من خلال البرنامج إعادة التعافي. هذا البرنامج هو برنامج معلن وتم إقراره في إطار اللجان الفنية ويكلف 6,800,000,000، وهو برنامج محدد في 6 نقاط. هذه النقاط يعني فيها دعم للبرنامج التعافي من خلال دعم دفع الرواتب بحوالي 2 مليار، وفيها أيضا دعم لاستيراد السلع بحدود 550,000,000 دولار إضافي، بالإضافة إلى 2 مليار أو 3 مليار موجودة في البنك المركزي. نعم. وفيها أيضا دعم لدفع الرواتب للموظفين في شمال الوطن والمناطق الأخرى بمبلغ كان مرصود لهم 1,400,000,000، لكن هذا المبلغ الآن يجب أن يزيد لأنه قيمة الرواتب المتخلفة أو المستحقة للموظفين زادت الآن لفترة عام إضافي، بالتالي سوف تصل إلى 2,200,000,000. إذا هذا البرنامج التمويلي الذي يجب أن يقدم من خلال البنك الدولي والبنك وصندوق النقد الدولي وكذلك التعاون الإضافي من المنظمات الدولية، نعم، والتعاون من المملكة العربية السعودية بالذات، هذا القضية، نعم، سوف تكون مستدامة وسوف يكون الأمل كبير في، نعم، الاستقرار. طيب دكتور ابقى معي ونشرك معنا في الحديث الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الواحد العوبلي من ماليزيا. مساء الخير أستاذ عبد الواحد. عبد الواحد العوبلي مساء الخير. تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم أهلا بك. أيضاً الدكتور محمد حلبوب يقول ربما هي عبارة عن حقنة مخدر ستستمر في أحسن الأحوال من 8 إلى 9 أشهر، ومن ثم سيعود يعني ارتفاع العملة وتدهور الاقتصاد. أنت قراءتك ونظرتك لهذا التعافي الجديد والخطوات التي قامت بها الحكومة الشرعية؟ نعم استاذ عبد الواحد سمعتني ام لا؟ عفوا لم اسمع سؤالك اخي بشير. طيب استاذ عبد الواحد سنصلح هذا الاشكاليه في الاتصال، ساذهب للاستاذ حسام السعيدي ومن ثم نعود اليك. استاذ حسام السعيدي مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ حسام، ان كنت قد سمعت سؤالي للاستاذ عبد الواحد العوبلي فيمكنك الاجابه، تفضل. الحقيقه انا يعني ارى انه حتى حاله التعافي التي حدثت الان هي ايضا ربما يعقبها خلال الفترة القصيرة تراجع بسيط، يعني لن يتم التراجع في توقعاتي إلى الحالة السابقة، ولكن أيضا سيحدث تراجع بسيط.
الآن هناك حالة حذر في السوق وتوقعات بمزيد من الإجراءات، وهذا ربما يعني هذه هي الإجراءات أو المحفزات هي أكثر ما قدمه البنك المركزي، لا نتوقع الكثير خلال هذه الأيام القادمة يعني ما لم يحدث تدخل حكومي أو تدخل من البنك المركزي جديد، وبالتالي أتوقع أنا يعني أن يحدث تراجع لسعر الصرف إلى 650 ربما يعني، هذا إذن سيكون مدفوع بإعادة المضاربة أو التعامل في السوق خاصة لبقية التجار المستوردين للمشتقات النفطية وأيضا للصرافين. الآن صحيح هناك تعافي، ولكن الصرافين محجمين عن البيع والشراء نهائيا، يمكن يقوموا بشراء العملات الصعبة لكنهم لا يقومون ببيعها، وبالتالي أنا أتوقع أنه تحدث ردة بسيطة يعني. لكن عموما هذا المحفزات التي قدمها البنك المركزي هي محفزات جيدة ورائعة وحققت إلى حد الآن نجاح كبير الحقيقة. المحفزات التي اعتمدت بالنسبة للاعتمادات المستندية، وأيضا الحديث عن مخزون من نقد غير مصدر لدى البنك المركزي، هذا أيضا يقوي سمعة البنك المركزي ومكانة البنك المركزي. هناك أيضا تفاهم كما فهمنا يعني بين الحكومة والبنك المركزي بوقف السحب على المكشوف من قبل الحكومة، هذا يعني إن كان طبعا له شقين في تصوري، بالنسبة لأن السحب عفوا إصدار السندات يعني إلى حد ما يعني يكافح التضخم، ولكن أيضا هل الحكومة قادرة على إيفاء بالديون لدى البنك المركزي؟ ربما تحدث تضارب الحقيقة في السياسات المالية والنقدية بعد فترة، وبالتالي ربما قرار البنك المركزي بإيقاف السحب على المكشوف هو قرار أيضا جيد. والآن نحن الحقيقة نتوقع أن تكون هناك أيضا إجراءات حكومية إلى جانب ما قام به البنك المركزي، وأن لا تكون إجراءات يعني فردية من قبل البنك المركزي. نعم. في حال تكامل الإجراءات بين الحكومة والبنك المركزي ربما يحدث هناك أيضا تحسن أفضل، لكن الإجراءات الحكومية مرتبطة بنقاط مختلفة، أهمها طبعا الإيرادات الحكومية وإعادة تصدير النفط والغاز وتوحيد الوعاء الضريبي ووعاء الإيرادات. نعم. بشكل عام يعني المسألة تحتاج إلى أيضا إلى وقت بالنسبة نعم. للحكومة. طيب. خاصة أنه حاليا تعاني من شحة الإيرادات. نعم. نعم. ابقى معي استاذ حسام، اذا اعود الى ماليزيا مع الاستاذ عبد الواحد العوبلي. استاذ عبد الواحد تسمعني الان بوضوح؟ نعم اخي بشير اسمعك. اهلا بك استاذ عبد الواحد، اذا انت كيف تابعت التعافي المفاجئ للريال اليمني امام الدولار وتحسن الاقتصاد؟ زي ما ذكر الدكتور حلبوب، التعافي مؤقت وعباره عن نتيجه لل ضخ عملة صعبة من ما يسمى الوديعة السعودية، بالإضافة إلى الدعم الخاص بالمشتقات النفطية، كل هذا أدى إلى تخفيض الضغط على العملة الصعبة، وبالتالي تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي. العوامل كلها أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الريال اليمني بشكل طبيعي، لكن المشكلة أن تمويل كل هذه العمليات جرى من مصادر من اقتراض من سواء من مصادر خارجية أو من اقتراض من المصادر المحلية عبر نسبة الفائدة. وبالتالي كل هذه إذا لم يتم الالتزام أو الوفاء بكل هذه الالتزامات، كل هذا سيؤدي إلى الارتفاع مجددا والانهيار في الاقتصاد. إذا لم يحصل خلق دخل حقيقي للبلد وتزويد الاقتصاد الوطني بإرادات بإرادة سيادية البلد من النفط والغاز والموانئ وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تقنين النفقات الحكومية وجعلها متناسبة مع وضع الحرب الحالي، فنحن نتجه نحو كارثة حقيقية إذا لم تستطع الحكومة التحكم بإيراداتها ونفقاتها. نعم. طيب استاذ عبد الواحد، اعود للدكتور محمد حلبوب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي. دكتور محمد، هناك من يقول بان هذا التعافي المفاجئ وتراجع الدولار امام الريال اليمني هو يعني اثبت انها لعبه من قبل التجار ومن رجال اعمال يتاجرون بالعمله الصعبه ويرفعون متى ما يريدون ويعني يعيدون الصرف الى
أدنى مستوياتهم متى ما يريدون، هل فعلا هذه المعادلة صحيحة؟ هذا كلام غير صحيح. التجار ليس لهم أي ذنب، والصرافين أيضا ليس لهم أي ذنب، بل إن التجار الآن يخسرون من رأس مالهم من خلال إضمحلال رأس مالهم العام، والجميع في اليمن يضمحل رأس ماله وتضمحل رأس مال اليمن بشكل عام، تضمحل الثروة. وهذا كلام غير صحيح. المتسبب الحقيقي في هذه الأزمة هي يعني الحرب، وبدون إيقافها من الصعب أن يتم التعامل في جميع دول العالم يتم هذا العمل، ونحن يجب ألا نوجه التهمة إلى طرف معين. صحيح أن بعض التجار يستفيدون، ولكن هذه الفائدة تتلاشى بسبب الارتفاع في سعر الصرف. أنا أؤكد مرة أخرى أنه إذا لم يكن هناك تخفيف ولكن دكتور محمد على المغتربين فإن هذه السياسة لن تنجح. نعم دكتور محمد، ولكن كيف يمكن يعني فهم أيضا أن هؤلاء الذين يتاجرون بالعملة والمضاربة بالعملة لا تؤثر على سعر الريال، وأنت تعلم أن كلما ضخت الملايين من الدولارات إلى السوق المحلية يتم أخذها ويعني ربما إخراجها إلى خارج اليمن، وهذه نقطة جوهرية أثرت على الاقتصاد بصورة مباشرة. ما تم في الفترة الماضية هو نوع من أنواع الهلع، وأنا أكدت في اللقاء السابق الذي تم إنه الهلع الذي ظهر نتيجة تدهور سعر الصرف أدى أو دفع التجار والمواطنين وكل من لديه عملة محلية بأن يقوم بالحفاظ على رأس ماله من خلال شراء الدولار. هذا الهلع كان بسبب الحاجة الملحة للنفط في شهر 9 وفي شهر 10، وهي عملية موسمية تتم كل عام، وبالتالي هذا الحاجة التي ظهرت وهي تتكرر وهي يعني ظرف موسمي يتم مواجهته كل عام هو الذي أدى هذا إلى هذا الارتفاع. الآن تم إعطاء حقنة مهدئة للهلع، الهلع الآن انتهى. الآن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي إجراءات هي مهدئة بشكل عام، لن تستمر فترة طويلة، ولكن الآن الوضع الاقتصادي في اليمن هو بحاجة إلى حقنة من الخارج، وهذه الحقنة يتطلب أن يتدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالذات المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص عدم الضغوطات على المغتربين الذين يحولون إلى اليمن 5 مليار وأكثر دولار من العملة الصعبة. نعم من العملة الصعبة. نعم. هذه الضغوطات على المغتربين إذا زادت وإذا استمرت سوف تؤدي إلى انخفاض المعروض في السوق، وبالتالي سوف يرتفع، ولن يستطيع البنك المركزي أن يغطي شهريا أكثر من 250 مليون دولار. نعم دكتور محمد أمام هذا التحسن الطفيف، لكن الآن من هم في الداخل يشتكون بأن الأسعار بقت على ما هي عليه عندما ارتفع الدولار، غير يعني الأمر الآخر أن من يريد أن يشتري دولار لا يجد الدولار، لكن الصرافين والبنوك تبحث عن شراء الدولار مقابل العملة المحلية، لكن أنها تبيع الدولار لا. إذن كيف يمكن ضبط هذه المعادلة، يعني إعادة الأسعار وتوفير العملة الصعبة في السوق المحلية وفق يعني ضوابط بإشراف مباشر من البنك المركزي وأيضا من السلطات المحلية في المحافظات المحررة؟ إعادة الأسعار إلى الانخفاض تتطلب أن يتم المعادلة أو أن يعود صرف الشيكات، صرف الدولار بالشيكات وصرف الدولار بالكاش أن يتساوى. إذا ظل الفارق الكبير بين صرف الشيكات وصرف الكاش لا يزال أو استمر على وضعه الحالي الذي يزيد فيه صرف الشيك، يعني الآن نحن نقول أنه انخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من 700 أو في هذا الحدود، هذا بالنسبة للكاش، لكن بالنسبة للشيكات لا يزال السعر مرتفع بنسبة 23%، وإذا لم يتم المساواة بين الشيكات وبين الكاش فإنه سوف تستمر، لأنه التاجر تجار الجملة لا يتعاملون بالكاش ولا يستطيعون أن يوفروا الكاش للبنوك ومن ثم للبنوك للبنك المركزي. التجار يتعاملون بالشيكات لأنها مبالغ كبيرة، والشيك سعر صرف الشيك الآن إذا لديك شيك أنت تريد أن تصرفه في السوق لن يعطيك أحد بأقل من 880 ريال للدولار. أرجو أن تفهم هذه قضية صعبة،
ومعقدة، ولكنها واقع موجود الآن. هناك انعدام للثقة بالشيكات، وأيضا انعدام للثقة بالجهاز المصرفي. هذا هو الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، لأن التجار يشترون البضائع بالشيكات، والشيكات سعرها مرتفع جدا. هذا نعم. الأمر لا يسمح بأن تنخفض أسعار، لكنها برغم كل ذلك سوف تنخفض أو سوف تتوقف عند مستوى. أشكرك الحالي. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب، شكرا جزيلا لك، وأعود إلى أنقرة مع الأستاذ حسام السعيدي، وبعدها إلى الأستاذ عبد الواحد العبري. ولكن أستاذ حسام، برأيك يعني من خلال هذه الإجراءات، هل تملك الحكومة الشرعية القدرة على الحفاظ على سعر الدولار بهذا المستوى على الأقل، ويمنعها من الارتفاع مرة أخرى؟ يعني هذه الإجابة الحقيقة كما ذكرنا سابقا تعتمد على نقاط عديدة. أولا تحسن الوضع المالي للحكومة، وأيضا بالمقابل ربما استمرار في اتخاذ حزمة من المحفزات والإجراءات من قبل البنك المركزي. أنا أريد أيضا أن أعلق على نقطة أخرى ما يتعلق بالمشروع البريطاني الذي طرح والحديث عن حقنا للاقتصاد. هناك في البند الأول ذكر أنه الحديث عن، وهي نقطة أنا أراها مخادعة قليلا، ما يخص الاستيراد للتجار وإلى آخرة في البند الأول. هذا ربما يعني بشكل مباشر أو يتحدث بشكل مباشر عن ميناء الحديدة، وبالتالي ربما يكون أيضا يحوي إلى حد ما تعليق للحرب في الحديدة. النقطة الأخرى، توفير حقنة لدعم الاقتصاد اليمني ليست بالسهولة. يعني الموضوع يحتاج في تصوري إلى عقد مؤتمر للبانحين، ثم ما هي اشتراطات هذه المانحين، وخاصه اذا كان هناك مؤسسات دوليه في الموضوع، وبالتالي فانها ستشترط كما نعهد يعني حزمه من الاجراءات الاقتصاديه الاخرى. وبالتالي في تصور الاعتماد على الحقنه القادمه من الخارج او نتيجه لمؤتمر المانحين يحتاج الى ربما الى اجل طويل الى حد ما، يعني ربما خلال 6 شهور الى حتى سنه يمكن، حتى بدء انعقاد المؤتمر وبالتالي الحصول على التمويل وبعد ذلك صرف هذه القنوات. وايضا هناك نقطه اخرى، هل ستصل التبرعات او الاموال الممنوحه الى الحكومه مباشره او عبر منظمات دوليه؟ وبالتالي انا برايي الان صراحه انه نعتمد ايضا بشكل اساسي على حشد الموارد المحليه وعقد تفاهمات اوليه مع دول التحالف بصفتها شريكة في هذه الحرب والحالة السياسية والاقتصادية بشكل عام. نعم. والعمل على تحسين مستمر للوضع الاقتصادي، وخاصة تحسين لمالية الدولة، والعمل على إنجاز موازنة عامة للدولة، وبالتالي على الأقل يعني توفير الميزانية التشغيلية للحكومة وعدم الاعتماد على القروض. نعم. سواء الداخل طيب. أو حتى على الاحتياطيات المقدمة كدعم أو كوداع. نعم. لدى البنك المركزي. نعم طيب، أذهب إلى الأستاذ عبد الواحد العول. أستاذ عبد الواحد، يعني 60 مليون دولار التي ربما تكفلت بها المملكة العربية السعودية بتوريد مشتقات نفطية كمنحة لليمن، إلى أي مدى ستساهم في يعني تعافي الاقتصاد وأيضا توفر العملة الصعبة، لأن الحكومة توفر هذه المبالغ في البنك المركزي ولم تعد بحاجة إلى دفع 60 مليون دولار من أجل شراء مشتقات نفطية للكهرباء؟ أستاذ عبد الواحد، إذا أوجه السؤال للأستاذ حسام السعيدي، تفضل أستاذ حسام. حتى النفط السعودية طبعا هي موجهة لدعم الكهرباء بدرجة أساسية بمقدار 60 مليون دولار شهريا تقريبا. عموما هذه المنحة بطبيعة الحال تخفف الضغط كثيرا على الحكومة. طبعا وكان هناك استطاع نقول تصدير خجول للنفط في الفترات السابقة، ولكن كان معظم الإيرادات التي تحصل عليها الدولة تذهب إلى وقود للكهرباء، وحتى أن الكهرباء أيضا لم تكن تعمل بفعالية عالية، يعني كهرباء عدن تشارك بملايين الدولارات. وبالتالي في تصور يعني هذه المنحة هي ستساعد بطبيعة الحال يعني تقليل الضغط على مؤسسة الكهرباء، وأيضا تساعد بشكل آخر في سوق الصرف، لأنه في النهاية الحصول على عملة أجنبية للحصول على المشتقات النفطية أيضا يتم عن طريق سوق الصرف، وبالتالي هذا يمثل دعم من جهتين، جهة للحكومة كدعم مباشر بحيث أن إرادة الحكومة تذهب لأنشطة ومشاريع أخرى، سياسات أخرى تشغيلية أو أيا كانت، وأيضا تقلل من الضغط على سوق الصرف. وبالتالي أنا في تصوري هنا الفائدة من جهتين إذا استمرت، ونحن نتوقع أن تستمر في الأيام أو الشهور القادمة. وبالتالي هذه المنحة أيضا هي جزء من مساعدة بشكل أساسي، مساعدة للحكومة يعني، لكن ما يزال
سوق المشتقات النفطية الخاص أو يعني في على مستوى الجمهورية يعتمد على سوق الصرف، وبالتالي لا يعتمد بشكل مباشر على المنحة السعودية، وإنما هناك ضرورة لإعادة تصدير النفط وأيضا محاولة إنتاج نفط للاستهلاك المحلي. هذا سيقلل بدرجة كبيرة من الطلب على الدولار في سوق الصرف المحلية عفوا، وبالتالي هذا أيضا تحسين لموارد الدولة، وأيضا سيضمن أن تكون آلية البيع والشراء ودوران العملة داخل البلد تعتمد على الريال المحلي، والفجوة المتبقية ربما تكون من الخارج، ولكن في الغالب هذا أيضا سيكون له أثر إيجابي. وبالتالي أنا أيضا نشدد على ضرورة يعني إعادة شركات النفط وإعادة التصدير وإعادة الإنتاج المحلي بوتيرة عالية، النفط والغاز أيضا معا، وبالتالي هذا له أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي بشكل عام. أشكرك الأستاذ حسام السعيدي، كنت معنا من أنقرة، والشكر أيضا لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب، وكذلك للباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي كان معنا من ماليزيا. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.